مستعر مني عشان انا خريج سجون. اسمع شاهر، انا وضعي هنا حساس وما عنديش وقت. قول اللي انت عايزه وخلصني. ايوه يا دكتور، بس لهجتك ما تشجعش. انا عارف انك بعد ما طلعت من السجن اكيد ظروفك وحشه ومحتاج فلوس. لو احتجت حاجة تاني ما تجيليش هنا، يبقى اطلبني في التليفون. انت فاهم ان انا محتاج منك فلوس ولا ايه؟ وفر فلوسك يا دكتور. سلام يا ابو وضع حساس. شافي. ايوه. بروفا مع الاستاذ مجدي عبال ما نجهز الكاميرات والاضاءه. حاضر. بروفا يا جماعه يلا. اوكي استاذ مجدي معايا؟ ان شاء الله معاك. سيداتي انساتي سادتي، ضيف على العشاء، برنامج يستضيف مشاهير الفن والادب والعلم، وضيف هذه الحلقه الاستاذ الاديب الكبير مجدي السيد. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. استاذ مجدي، انت اصريت ان الدعوه تكون في البيت اللي انت عشت فيه طفولتك وشبابك واللي انت بترفض تغيره، ليه؟ في الحقيقة في علاقة عفوية بين الإنسان والمكان اللي عاش فيه، وبمعنى أدق في خيط رفيع جدا يمكن يكون غير مرئي. الإنسان دايما بيحس بالخيط ده وعلاقته بالمكان، المكان اللي اتربى فيه بكل التفاصيل اللي موجودة في المكان اللي عاش فيه، ويفضل مشدود لهذه التفاصيل زي الطفولة، المعاناة، الطموح، الحب، الكره، كل ده. وعشان نقرب الصورة شوية، الإنسان في اللحظة دي بيبقى عامل زي الشجرة اللي بيمد جذورها في الأرض ومش ممكن أبدا تتحرك هذه الجذور، وبتنمو الشجرة دي وبتثمر فروع ومبتتغيرش أبدا وبتفضل ثابتة في المكان اللي عاشت فيه، وبيقولوا على ده الأصالة والارتباط بالأرض. سميحة. سميحة. أيوه حبيبي. إزيك حبيبتي؟ إزيك أنت؟ مش تبارك لي؟ ألف مبروك. بس على إيه؟ هستقيل من الشغل. أخيرا هتتفرغي للبيت والوال. أتفرغ للبيت ده إيه؟ أنا هشتغل بالمحاماة. محاماة حتة واحدة بس يا سميحة، دي محتاجة مكتب واسم وخبرة. ولا انت يمكن ناويه تعملي زي فيلم الاستاذه فاطمه وتبقي الاستاذه سميحه وتجيبي لك كده حته كاتب محامي لملك الزباين؟ انت بتتريق يا دكتور؟ لا والله ما اقصدش. ولا تقصد؟ معاك حق في كل اللي بتقوله، بس تقدر تقول بقى ان انا محظوظه. تعرف الدكتوره الطاف السبع؟ دكتوره المحاميه المعروفه. ايوه، واستاذتي في الكليه قابلتني النهارده وقالت لي اروح اشتغل معاها، لعلمك دي طول عمرها بتحبني، وهي بقى لحت عليا نروح اشتغل معاها. كويس كويس، ده كل اللي قدرت عليه؟ بدل ما تقولي كلمتين يشجعوني ويدوني ثقه في نفسي واحس انك فرحان. لا انا فرحان لك بجد يا سميح. مش باين شكلك بيقول غير كده. مش عشان الموضوع ده، انا بس جاي النهارده من المستشفى متعكنن شويه. خير يا حبيبي؟ تعرفي مين طب عليا النهارده في المستشفى؟ شاهر. هو خرج من السجن؟ ما كنتش عارف اتصرف ازاي. واحد زي ده شبه الانسان في وضعي. حصل بينا موقف كده، حسيت ان عينيه مليانه حقد. خرج ونظراته كلها تهديد. اعتقد ان البروفا كانت كويسه. كويسه جدا. ان شاء الله التسجيل هيكون احسن. هنشوفه مع بعض ان شاء الله. ممكن نكمل؟ نكمل. الكاتب والصحفي والسينمائي الأستاذ مجدي السيد، إبداعات مختلفة نتاج موهبة متفردة حسب آراء النقاد. تفتكر إن الموهبة لوحدها كفاية للشهرة والنجاح؟ الحقيقة الموهبة في حد ذاتها أستاذ مجدي، أعطيني ساكن. إيه؟ اتفضل. حسنا.
أنا جاي للأستاذ. أيوة يا أستاذ، في أي خدمة؟ إيه يا مجدي، أنت مش عارفني؟ طيب تعال، هنتكلم بعد شوية من فضلك. بعد شوية؟ لا شكرا، مش عايز أتكلم. في حاجة يا أستاذ مجدي؟ لا لا مفيش أي حاجة. لا ممكن نكمل نكمل نكمل. ماما ماما خليك مستريحة. ياه راحت عليا نومة وأنا مستنياك. أصل أنت اتأخرت برا كتير قوي، وأنت عارف أنا بنام بدري يا شاهر. أنا معرفش إنك هنا أساسا يا ماما. أعمل إيه يا ابني؟ جيت أطمن عليك وعلى بنتك ما دمت ما بتسألش. معلش محدش يزعل مني اليومين دول، أنا عرفان وزهقان. ليه يا ابني؟ ليه قرفان وزهقان من ايه؟ وبتعمل في نفسك كده ليه؟ اذا كنت متضايق وما انتش مرتاح هنا، ما تيجي تعيش معايا انت وبنتك. وهتصرف علينا من المعاش اللي يدوب مكفيكي بالعافيه. يا شاهر اهي تتدبر. هي كده دايما الدنيا بتطلع لي لسانها. ياما كنت بتمنى اليوم اللي يعيش فيه انا وانتي، واجي دلوقتي اليوم وما فيش حاجة بتفرق بيني وبينك، وأنا في السجن ياما حلمت إن أعيش أنا وإنتي وبنتي تحت سقف واحد وأكفيكم وما خليكمش عايزين حاجة. لكن لما خرجت من السجن صحيت على الحقيقة المرة، إن اللي بيخرج من السجن ما قدموش غير سكة واحدة، إنه يرجع للحرم تاني ويرجع للسجن تاني. لا يا شاهر لا يا ابني، اوعى تعمل في نفسك كده، اوعى. ما تخافيش، انا فكرت اني اعمل كده لكن ما قدرتش. عارفه ليه؟ لاني ما اقدرش ابعد عن بنتي ولو ساعه واحده، هي دلوقتي نقطه ضعفي. بنتي هي اللي مصبراني علينا فيه، وهي اللي مخلياني استحمل الذل اللي انا شايفه من اعز الناس ليا. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا سميحة. دي القضيه اللي حضرتك طلبتيها مني، عملت لك المذكره بتاعتها. هايله يا سميحة، برافو عليكي. معقوله يا فندم؟ ده بس تواضع من حضرتك وتشجيع للتلميذ. ابدا، ان شاء الله قريب جدا جدا هيكون ليكي صوالات وجولات في المحاكم. ده رايي اعتز بيه جدا يا فندم. مش مبني على فراغ، رايي كونته من كل القضايا اللي اديتها لك ومذكراتك اللي بحس ان اللي كاتباها محاميه متمرسه. ما ده برضه يا فندم بفد توجيهات حضرتك، وانك ما بتبخليش عليا ابدا الحقيقه بالراي والمشوره. شوف يا سميحه، القضيه دي متعبه شويه، عايزاكي تطلعي عليها وبعدين نبقى نتكلم فيها. حضرتك وإذا قدرتي توصلي في وقت قريب جدا لرأي نبني عليه دفاعنا ابقي بلغيني، لأني في الحقيقة لسه لغاية دلوقتي ما قررتش إذا كان المكتب يقبلها أو يرفضها. أنت طبعا فاهمة مبدئي كويس، مش ممكن أقبل أي قضية إلا إذا كنت واثقة إن المكتب هيكسبها. طبعا يا فندم أنا فاهمة كده كويس، حضرتك بس اديني يومين ثلاثة أدرسها وأقول لحضرتك. اتفضلي. عن إذنك. اتفضلي. نامي. هو بابا. حبيبي بابا انت يا ولا؟ انا زعلانه منك. حد يزعل من بابا حبيبه؟ ايوه، علشان قلت لي انك هتجيب لي عروسه كبيره قد كده اهو ونسيت. انا ما نسيتش يا حبيبتي، لكن كنت بدور عليها ولسه ما لقيتهاش، لكن اكيد هلاقيها. امتى؟ قريب قوي يا حبيبتي، قريب قوي هجيبها لك. وانا ليه اغلى منك؟ سشار. نعم يا استاذ عطيه.
ايوه استاذ عطيه. عمك بعت لك بواب العماره بتاعه بيقول لك انه تعبان وعايزك. عايزني؟ اشمعنى افتكرني دلوقتي؟ معلش بقى، البواب بيقول انه عيان وتعبان ولازم تزوره. الضفر ما طلعش من اللحم. اهدى يا شاهر. لولا انه جاني في ظروف غير مناسبه انا كنت قابلته احسن من كده. اعلمون كويس ان ده حصل. اللي زي شاهر ده شبه الناس زينا في مراكز حساسه. وتفتكر انه هيسكت؟ انت ما شفتش نظراته وهو ماشي؟ نظراته كلها كانت تهديد ورغبه في الانتقام. هيعمل ايه يعني؟ ده مجرم، فانتظر منه يعمل اي حاجه. ولا يهمك منه، الدنيا مش سايبه في قانون. سميحه انا مش بطمن، انا بقول نروح له ونرضيه. ايوه، عشان يفتكر انكم خايفين منه وتديله فرصه انه يبتزكم. سميحه عندها حق، انساه خالص يا مجدي. انا مستعد انساه، بس يا ترى هو هينسانا؟ افتكر درستي القضيه وكونتي رايي. ايوه يا فندم، وانا رايي ان احنا ناخد القضيه، وانا بنفسي اللي هتولى الدفاع عنه. بس دول معترفين وتقريبا مدانين بالقتل الخطا، يعني هياخدوا حكم. ما هو ده الحقيقه اللي خلاني اتمسك بالدفاع عنه، لان اللي عملوه ده كان خطا غير مقصود، ودخولهم السجن ده هيضيع مستقبله. خطاهم ده كان ضحيته انسان بريء، كان ماشي في الشارع صدفه، وهم طبعا عاملين سهره وبيهزروا وبيرموا بعض بالازايز، نزلت ازازه جابت اجل راجل مالوش ذنب. انا يا فندم ما بقولش ان هم مش مخطئين، لكن في نفس الوقت برضه هم مش مجرمين. القانون بيحقق العداله، بس الرحمه يا فندم فوق العدل، ودخولهم السجن ده هيضيع مستقبلهم. القانون اتنظم عشان يحمي المجتمع من الاشرار والمجرمين. بتدافع عنهم بحماس غريب يا سميح. لانها قضيتي. قضيتك؟ اقصد اول مره حضرتك تكلفيني بقضيه. اذا وفري حماسك ومرافعتك العظيمه دي دلوقتي وخليهم في المحكمه. ايه يا شاهر، انت لسه راكب دماغك ومش عايز تزور عمك؟ عمي انسي الموضوع ده يا خالتي، انا ماليش اعمام. ما تلين مخك يا شاهر، وبلاش مخك يقفش، ده عمك برضه، ومهما كان عمر الدم ما يبقى ميه. عمي انتوا نسيتوا اللي حصل منه ولا ايه؟ مش هو السبب اللي انا فيه دلوقتي؟ مش هو اللي اتخلى عني في الوقت اللي انا احتجتله فيه؟ ودلوقتي لما عيه وحس انه لوحده محتاجني جنبه؟ معلش، اللي فات مات. ما ماتش بالنسبه لي، لاني دفعت ثمنه غالي قوي، ثمنه كان حريتي ومستقبلي، ما اقدرش اسامحه. يا سيدي ما تسامحوش، خلي اللي في القلب في القلب. هو حد يحل قلبك وشوف ايه اللي جواه؟ بس اعمل بالاصول يا ابن الاصول بقولها لك. مش يمكن عياه ده يحنن قلبه ويفتكر وقفتك جنبه في الظروف دي؟ انت بتحلمي يا خالتي، عمي ده اول ما هيشد حيله هيتنكر لي تاني. محدش هيطول حاجه من عمي الا لما يموت، واللي زي ده ما يتعدوني. اعمل الواجب اللي عليك يا ابن الاصول وارمي البحر. حاضر، انا هروح ازوره عشان خاطركم انتوا بس. يسلم خاطرك، اهو ده الكلام اللي على الشعره واللي مظبوط. ما تاخذنيش يا ابني، اتاخرت عليك، الصحه ما بقتش زي الاول. اي اوامر هلا دلوقتي؟ انا بتحرك بصعوبه. لا سلامتك. الله يسلمك يا ابني، الواحد عشان يكسب حاجه لازم يخسر قدامها حاجات كتير. أنا سافرت عشان أكسب فلوس، لكن ضحيت بصحتي وخسرت نفسي. أمر الله، اللهم لا اعتراض. ما بتتكلمش ليه يا ابني؟ مستغربها منك.
هي ايه اللي مستغربها؟ كلمة يا ابني دي. انت لسه واخد على خاطرك مني؟ معقولة؟ وانا معقول اخد على خاطري منك برضو؟ هو حضرتك عملت حاجة لا سمح الله ولا غلطت في حقي؟ ده انت حتى كنت السبب ان انا قضيت احلى ايام عمري متنعم ومتنغم وبقضي احلى ايامي في رحلة سياحية في احلى سجون مصر. يا ابني ما تظلمنيش، دي ما كانتش غلطتي لوحدي، انت اللي دفعتني ايامها ان اتصرف معاك بالشكل ده. استعدادك للانحراف هو اللي خلاني اتصرف معاك بالشكل ده. مش ممكن تحملني لوحدي نتيجة اخطائك. لو كنت ابنك بصحيح ما كنتش اتخليت عني وسبتني، وانت عارف ان مفيش حد بيصرف عليا. الموضوع ده فات عليه سنين، مفروض ننساه بقى. انت تقدر تنساه، لكن انا صعب قوي ان انا انساه، لان دفعت السنين دي من عمري. لا ومش لوحدي، ظلمت معايا بنتي، عيشتها معايا الحرمان. عارف ليه؟ لان ابوها خريج سجون. ما جبتش بنتك معاك ليه؟ كان نفسي اشوفها. ما تستغربش دلوقتي يا ابني، انا محتاج لعيلة تقف جنبي، وانت وبنتك عيلتي. ياه، كان نفسي تقولها من زمان قوي. لو قلتها من زمان كانت حاجات كتير قوي اتغيرت. مش ممكن هنرجع الزمن، وانا مش عايز اقولك انك تسامحني، لكن انا مريض ومحتاج لك جنبي. وكما ترى سيدي القاضي، انهم شباب على اعتاب المستقبل، طلاب في الجامعه، وللشباب هفواته، وكثير منا ما اخطا في شبابه، وربما القانون لم يسلط سيفه عليهم. انا لا ادافع عما ارتكبوه، ولكني استشرق المستقبل وانا اراهم مهندسا بارعا ومدرسا ناجحا ومحاميا نابغا، هذا اذا اخذتكم الرافه بهم وبمستقبلهم، فسوف يردون الجميل بعملهم المخلص لهذا المجتمع. اما اذا لم تاخذكم بهم الرحمه، فيوم واحد يقضونه في السجن وانتم تدرون ما فيه، كفيل بالقضاء على كل امل في مستقبل ايامهم. أمان، أمان، سألتك ساعة البيت، بلغ الإسعاف وابن أخويا شاهد. حاضر ساعة البيت. خير دكتور؟ طمني، شد حيلك، الباقي في حياتك، حياتك الباقي. وحياتي كونهم انهم ياخدوا حكم مع ايقاف التنفيذ، ده نجاح كبير جدا ليك يا سميح، وده طبعا بفضل مرافعتك وحماسك للقضيه. انا اعتقد يا فندم ان المحكمه راعت الجانب الانساني اللي انا ركزت عليه في القضيه، وخصوصا لما قدمت شهادات تثبت ان الطلبه دول عمرهم ما سقطوا ولا سنه اثناء تعليمهم. القضيه دي بالذات عملت لك صدى كويس جدا كمحاميه. انا متشكره قوي يا استاذه الطاف، الحقيقه انا مش هنسى ابدا ان حضرتك تديني الفرصه دي. ناس كتير بتاخد فرص لكن مش كلهم بينجحوا زيك كده، من وانتي طالبه وانتي عارفه رايي فيكي كويس، والقضيه دي بقى خلتني اتاكد ان انا كنت على حق. انا متشكره قوي يا استاذه. مفيش وقت للشكر يا استاذه سميحه، في اتنين من زباين المكتب طلبوا انك تمسكي قضيتهم، وده بقى بداية النجاح والشهرة. طيب، ايوه شاهر. ايوه شاهر يا ام شاهر.
شاهر يا أمي. غريبة، أول مرة أحس إنك بتنطق كلمة أمي من قلبك، مش بتكبر بيها خاطري زي كل مرة. لأنك دلوقتي فعلا أمي، وزي ما بتمنى وبحلم بالظبط. شاهر، إيه اللي حصل؟ أنت متغير وباين عليك مبسوط أوي أوي يا أم شاهر. البيت ده ما بقاش يليق بيك يا ام شاهر. في ايه يا شاهر؟ ما تفهمني في ايه؟ الله يرحمه كان بخيل شويتين، فقدر يحافظ لي على ثروته بالظبط. مين يا شاهر؟ عمك؟ هو، وانا وريثه الوحيد. بقولك ايه يا مشاهر، بلاش زعل، زمن الزعل ولا وراح. من النهارده انا وانتي وولاء بنتي هنعيش، هنبقى على وش الدنيا. ايوه هنعيش في جاردن سيتي، وكل اللي تعوزيه هتلاقيه، لان مفتاح السعاده بقى معايا. عارفه ايه هو مفتاح السعاده؟ الفلوس يا مشاهر. زماني الفلوس يا ابني. الفلوس مش كل حاجة، المهم راحة البال. كلام الحواديت ده انتهى يا مشاهر. هو في حاجة حرمتني منك وانا صغير الا الفلوس؟ في حاجة دخلتني السجن الا الفلوس؟ في حاجة حرمتني من بنتي الا الفلوس؟ راحة البال، راحة البال بتيجي الا بالفلوس. مستنيها يا مشاهر، لم هدومك. صعبان عليا فارق البيت ده يا شاهر. انت بتسمي البتاع ده بيت يا ابو شاهر؟ يا ابو شاهر اطلعي وابي على وش الدنيا يلا. ولا اقولك بلاش تلم الهلاهيل دي كمان. سيبك، ما بقتش تليق بمقامك. انت من النهارده ام شاهر، رجل الاعمال، صاحب اكبر شركه استيراد وتصدير تحت التاسيس. شاهر كو. باي باي يا احمد. تقدري تفهميني هلعب مع مين بعد ما تمشي؟ انا برضو زعلان، بس بابا قال لي ان انتوا هتيجوا عندنا كتير. يا حبايبي، دي العيال روحهم متعلقه ببعض. ده احنا كبار قلوبنا متشحتفه، تروس قلوبنا معشقه في بعضها. يا جماعه هنشوف بعض كتير، ده انتم الوحيدين اللي وقفتوا جنبي. مش زي ناس استعرضت وهربت مني لما شافتني زي ما اكون كهربا. معلش، بكره الايام تثبت لهم ان شاهر اغنى واحسن منهم. يلا يا ولاد، مع السلامة. بالسلامة يا حبيبي. هتوحشنا الشهر. وانت كمان استعطينا. السلام عليكم. باي باي يا ولاء. باي باي يا احمد. بالسلامة يا مع السلامة. بالسلامة. مع السلامة. يلا يا ولاء. الله يسلمك. مع السلامة الشهر. الله يسلمك. كفاية لعب بقى يا لولو، ميعاد نومك جه ولازم تدخلي تنام. أنا هحكي لك حدوتة. يلا. مش هنام إلا لما يجي بابا. يا حبيبتي بابا عنده شغل كتير في الشركة ويمكن يتأخر. بابا قال لي ان هو النهارده مش هيتأخر، وبعدين بابا ما بيكذبش عليا. بابا جه، بابا جه. اهلا اهلا بحبيب بابا. ازيك يا ولاء؟ اهلا يا شاهد. ازيك يا ماما؟ اهلا. تعالي يا ست البنات، شوفي بقى بابا جاب لك ايه. العروسة اللي طلبتها. الله، حلوة قوي. انا متشكرة قوي يا بابا. العفو يا حبيبة بابا. ايوه حبيبتي، انا هاخد العروسه النهارده تنام معايا في السرير وتحكي لنا حدوته احنا الاثنين، بس ما يكونش فيها خوف علشان العروسه ما تخافش. العروسه ما ادري اللي هتخاف يا ولاء. حاضر من عينيا. طبعا اذنك يا شاهر، انا هدخل اغير. يلا تصبحوا على خير. تصبح على خير.
الله يرحمك يا عم. القضية دي يا أستاذة ألطاف. لا سيبك من القضية دي دلوقتي، أنا عندي موضوع تاني مهم عايزة أكلمك فيه. خير يا أستاذة؟ أنا وجوزي جالنا عقد مع هيئة التدريس في السعودية، وهو مصمم إن احنا نسافر، وأنا حاولت أخليه يعتذر لكن فشلت. بس ده معناه إن احنا هنقفل المكتب. إزاي بقى؟ أنت دلوقتي بقيتي محامية معروف واسمك كويس. أنا بفكر إني أسيب لك المكتب تستغليه في مدة سفري، وكل الزباين بيثقوا فيكي. أنا معتزة جدا يا فندم بالثقة دي، ولو إن أنا يعز عليا قوي سفرك. أنا مش عارفة بقى لما أرجع هحن تاني للمحاماة، ولا أرتاح وأريح مخي من دوشة القضايا. عموما يا فندم أي وقت حضرتك ترجعي هتلاقي المكتب تحت أمرك، وأنا برضو هفضل طول عمري تلمستك. مش بقول لك ان انا محظوظه؟ طول عمري اقول لك ان انا محظوظه وانت مش مصدق. طبعا يا حياتي محظوظه. مش كده وسيني؟ طب بذمتك في حظ اكتر من كده؟ وبعدين معاك بقى، دي حاجه انا بعترف بيها، بس انا طول عمري بحلم ان يبقى عندي مكتب محاماه. بس معك على فكره، تحلمي بحاجه زي دي بالليل وما برضاش تصحيكي. بطل هزار بقى، انا بتكلم جد. الدكتوره التفت نزلتني على المكتب لانها مسافره، ما كنتش احلم بمكتب زي ده في موقع كويس وله زبون، مش زي الاستاذه فاطمه زي ما كنت بتقولي يا دكتور. انت تستاهلي كل خير يا حبيبتي. شفت المقال ده؟ ايه ده، ما انت صورتك حلوه اهو في المجال. وفي الطبيعه لا احلى يا حبيبي، بس سيبني بقى اقرب رواقه. الدكتور زاهر الجراح العربي العالمي حول المستشفى إلى مؤسسة علاجية نموذجية. دكتور زاهر يتحدث بصراحة، إدارة المستشفى لم تشغلني عن ممارسة الجراحة عشان الحسد. انت اللي بتهزري. ما ينقصنا في بعض مؤسساتنا لتضارع مسيلتها في الخارج هو التنظيم الجيد والإدارة المخلصة الواعية، بس ناقص منشط. ايه هو؟ ان مراته وابنه ما بيشوفوش غير قليل. عشان كده بقى يا حياتي انا النهارده مخصوص واخد لك اجازه، عزمك على اي حته انت عايزاها. ربنا يخليك ليا يا زاهر. يلا يلا جاهزه يا استاذه. ثانيه واحده واكون جاهزه. Thank you.
روح انت. صباح الخير يا حمدي. صباح الخير يا صباح. صباح الخير يا فندم. يا فندم جه؟ ايوه في انتظار ساعتك. خليه يجي للمكتب. حاضر. تحت امرك يا فندم. خرجت البضاعه من المينا وتشونت في المخازن وفي انتظار اوامر سعادتك. لو بعنا الايام دي هنكسب 50%. السوق عايز. احنا مش هنبيع يا برهان. لا امال حضرتك استورتها ليه؟ مش عشان السوق طالبها؟ ايوه اشتريتها وهخليها في المخازن وهشتري كمان. نشتري؟ ايوه هتفضل طول عمرك ما بتتعلمش حاجه. تعال دلوقتي المندوبين بتوعنا لما ينزلوا السوق ويشتروا كل البضاعه اللي من النوع ده مش كده السوق هينشف ما يبقاش من البضاعه دي في حاجه. في الحاله دي انا انزل بضاعتي اكسب 150%. فهمت كده؟ وضحت الامور يا فندم. طب يلا ما تاكلش فول كتير على الصبح. حاضر يا فندم. الو اهلا اهلا اهلا. معقوله مش هعرف صوت روح قلبي؟ لا طبعا يا ولاد. لا طبعا مش هقولك على الهديه. امال تبقى مفاجاه ازاي؟ حاضر يا حبيبتي حاضر لما اجيب. يلا بقى عشان عندي شغل. باي باي حبيبتي. يا سلام اهي لمتنا دي تسوى الدنيا كلها. يا اختي عليكي وعلى جمالك. البنت كبرت. كبرت يا ولاء وبقيتي عروسه. انا ببقى مبسوطه قوي يا خالتي والعيله كلها كده تتلم على بعض. يا سلام سيبك يا اختي من الكلام ده. هتعشونا ولا العزومه دي صرابه؟ هتتعشى ما تخافش. مش باين ما انتم عايشينا في وهم اهو. انت اللي عايش في وهم. عامل لي فيها رياضي وبطل الجامعه في الملاكمه واسمك حماده. اي حضرتك انا. طب خليكم شاهدين. انت يا انسه في السن ده واسمك لولو ده انت اللي تكسفي. كلامكم ايه يا ولاد؟ انتوا بتنقروا بعض كتير كده ليه؟ ابنك الاول اللي ابتدى يا طنط. اقول لها انت مستعجل على ايه؟ يا اختي عنده حق. ده احنا كلنا هنموت من الجوع. انا مش عارفه شاهد اتاخر كده ليه. ما تاخرتش ولا حاجه. اهلا يا شاهد. اهلا يا استعطيه. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي. عامل ايه في المذاكره يا احمد؟ تمام يا عم. ايه رايك بقى حبيبتي في المفاجاه دي؟ العربيه اللي انت طلبتيها. الله مفاجاه هايله يا بابا. عشان تعرفي تروحي بيها الكليه يا حبيبتي. وما تقلقيش بقى على الصيانه. كل حاجه في العربيه هوضبها لك بايديا. عمك عطيه حبيبك ما تشيليش هم. بس انا ما بعرفش اسوق. مين اللي هيعلمني السواقه؟ اهو الواد ده اهو. ده مولود على دريكسيون هيعلمك السواقه 100%. ام سيد. يا ام سيد. نعم استهان. صح الاستاذ وائل عشان يجي يشرب الشاي. ده صحي من الصبح وبيحلق دقنه استهان. طيب شوفي مين على الباب. حاضر. ازيك يا ام سيد؟ الله يسلمك يا سعاد. مدام موجوده؟ ازيك يا سميحه؟ انا قلت اجي بدري عايز اشوفكم. اعمل ايه بس يا مجدي؟ الصبح محكمه وبعد الظهر المكتب. والدكتور فين؟ الدكتور سافر الفجر عنده مؤتمر يا سيدي في النمسا وهيغيب اسبوع. انا دلوقتي ما بشوفكمش الا صدفه. والله يا خال انا كمان بشوفهم صدفه. ازيك يا وائل؟ عامل ايه في الكليه؟ ماشي الحال. الكتب سهلة جدا ومفهومة بالمقارنة بروايات حضرتك. بصراحة يا خال
انا لما بقراهم ما ببقاش فاهم منهم حاجه خالص، بتعقد. انت بتكتب الغاز يا خال؟ ابدا، انا بكتب بالعربي يا استاذ وائل، بس يظهر ان جيلكم بيحب السهل. عايزين سندوتشات، روايات سندوتشات، ما دام هجرتم القرايه والثقافه. طب اسيبكوا بقى انا للثقافه بتاعتكم، لازم امشي، عندي جلسه بعد نص ساعه. تعال يا وائل. شفت؟ شفت؟ اتفضل يا فندم، اتفضل سعادتك. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. صناعة متينة 100%. لو في فنانين كمان كويسين قوي عندنا ان شاء الله. وبرضه شغل الارابيسك ده هنا في المصنع؟ اكيد كله يعني من انتاج مصر. نعم اتفضل سعد. اتفضل. طيب جدا. اتفضل. كل اللي هنا ده كل الحاجات دي موجوده هنا في المصنع، صناعه المصنع. حاجه عظيمه جدا. دي كمان لازم تشاهد المشاهد دي كلها. او كده احسن ما نستورد من بره كده. كده نستغنى عن الاستيراد وممكن نصدر طبعا. هذا آه طبعا تفضل بركاتكم ودعواتكم ان شاء الله. طيب يا جماعه تفضلوا، الكوفي موجود، خذوا راحتكم. تفضل. معاهم يا استاذ. بس كويس ان انتم اخترتوا موقع المشروع في مدينه من المدن الجديده. الحقيقه انا لما فكرت انا وزملائي وشركائي اخواني المصريين لقينا انه انسب مكان هنا. والحقيقه الدراسه كمان اللي عملناها برضو ايدت وجهه نظرنا. ويا ترى انتاج المصنع هتخصصوه كله للتصدير؟ والله الحقيقه دي المرحله الاولى، وانت زي ما انت شايف ان المشروع بيتكون من عده مراحل. ايوه. وبالتاكيد ان شاء الله حيكون يعني الاهتمام الاول الاسواق المحليه ومن ثم الى الاسواق العربيه. ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل سعادتك. شكرا. مش تفتح الله لما الله. كنتش بتشوف البس نضاره احسن. الله الله الله، انت عصبيه قوي كده ليه؟ دمك خفيف قوي. بيبيعوا الايام دي ثلاجات صغيره تقدري تشتريها وتحطي اعصابك فيها. بقول لك ايه، ما تستخفش دمك. الله عاد الجدع ده بيضايق. ايوه ايوه. صباح الخير يا رجاله. سعاده البيت. اهلا يا فرغالي. اهلا. ازيك؟ الحمد لله. اخبار المصنع ايه والشغل ايه؟ كل حاجه ماشيه تمام يا فندم، مستنيين طلبيه الخشب الزاد وزمانها واصله في السكه. طيب والاستاذ محمود اخباره ايه؟ الاستاذ محمود الحمد لله صحته تعبت. طيب ايه اللي حصل بينك وبينه؟ لا مفيش حاجه يا فندم، ده كان مجرد حاجات بسيطه. فرغالي انا مش عاوز اي خناقات في الشغل. لا يا فندم لا أبداً. ارجوك. ابدا يا فندم. طيب تمام. اتفضل شوف شغلك. لحظه. ايوه يا صفاء. ايوه يا فندم. ايه الاخبار؟ لا كله تمام يا فندم. كله تمام؟ اه. ايه الطلبات الجديده بتاعت العمال؟ لا مفيش، كله ماشي تمام الحمد لله. طيب تعالي معي. مش هتبطل التهور والاندفاع بتاعك ده؟ يعني كنت عايز انا اقف ساكت وانا شايفه بيضايقك؟ لا اضربه حتى قبل ما تعرف ايه اللي حصل. اهو انا كده بقى دمي حامي.
ما استحملش اسكت وحد بيرزل عليك. بس هو بقى ما كانش بيرزل عليا ولا كان حتى بيضايقني، احنا كنا بنتكلم في هدوء. وتتكلمي معاه بمناسبه ايه؟ عربيتي كانت هتخبط عربيته، ومع ذلك الولد اتكلم في منتهى الادب والاخلاق. انت بتغزيني يعني؟ ايوه، عشان تبطل التهور والاندفاع بتاعك ده. طيب انا مروح. زعلت مني؟ هعمل لك ايه؟ ما انت نازله فيا بس دفعه فاضيه وعلى المليان. غلطت يعني اني بخاف عليكي؟ خايف عليك. خلاص ما تزعلش حماد. لا اسمي احمد. احمد يا لولو. طب اركب يا حماد. احمد اركب يا حماده. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ايه اخبار المكان؟ ايه الحمد لله. الحمد لله. ايوه يا استاذ محمود. اخبارك ايه؟ كل خير يا باشمهندس. كله ماشي تمام؟ تمام يا باشمهندس. خلاص صافي يا لبن. صافي يا لبن يا باشمهندس. والماكن معامله معاك ايه؟ تمام يا باشمهندس. الحمد لله. الحمد لله. اي حاجه اي خدمه؟ لا شكرا. طيب شكرا يا باشمهندس. يلا السلام عليكم. مع سلامه الله. اسمعي انت دلوقتي، انا عاوز اتصل بالاستاذ امام افندي. اللي عمل فيك كده يا استاذ وائل؟ مالكيش دعوه. اما الست لو شافتك كده كانت وقعت من طولها. هي هنا؟ لسه ما جاتش. يبقى مش هتشوفني، وانت تحط لسانك جوا بقك وما تحكي لهاش. انت اتخانقت؟ هتخليكي في حالك وتبطلي رغي. خش. اما رغايه صحيح. ازيك يا تيتا؟ اهلا اهلا يا لولو. تاخرتي قوي يا لولو. ما بلاش لولو دي، انا كبرت بقيت مدموزيل حلوه. اصل انا وصلت احمد في سكتي، فطنط ثانيه مسكت فيا، قلت لها ان انتوا هتقلقوا عليا. مهم بابا جه ولا لسه؟ من بدري، وطبعا زي العاده ما رضيش الاكل يتحط لما حضرتك تشرفي. ما انت عارفه يا حبيبتي انه ما بيرضاش يتغدى من غيرك. طبعا ما دمتي جيتي اقوم احضر الاكل. شهركو شهركو، ما ترد عليا يا شهركو. ايوه يا علاء يا حبيبتي، اتاخرت نص ساعه ليه؟ عيبك ان ذاكرتك قويه، وعيبي ان انا حفظتك جدولي بالدقيقه والثانيه. ها عامله ايه يا حبيبتي؟ وعملت ايه النهارده في الكليه؟ قولي. انا اخرتك قوي عن الغدا، انت زمانك جعان. انا لما بشوفك بشبع يا حبيبتي. يعني ايه انا بسد نفسك عن الاكل؟ بالعكس يا حبيبتي، انا لما بشوفك نفسي مش بتتقطع على الاكل وبس، لا على الدنيا كلها. انا بشوف فيكي صوره اكتر اتنين حبيتهم في حياتي، انتي والمرحومه امك. بابا انا صحيح اشبهها قوي؟ صوره طبق الاصل يا حبيبتي، ضحكتك ونفس العينين الحلوه اللي ما بتكذبش. يا استاذ علاء، انا عايز الانشاءات دي لازم تتسلم في مواعيدها. لا 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 لا، الله يخليك. وكمان المناقصه بتاعت المكن دي ضروريه جدا بالنسبه لي، ما انت عارف. لا لا لا، انا عاوز اخلص الموضوع ده قبل ما اسافر. انت على العموم بلغني يعني لو حصل معك حاجه. ماشي، وانا مستني منك تليفون. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. البوست. طيب والمناقصة؟ هي موجودة، اتفضل. طلبتي لي الأستاذ فرغلي؟ أيوة يا فندم. يا صباح الخير يا أستاذ عبد الله. أهلا يا أستاذ فرغلي، تفضل يا حبيبي. دي المناقصة بتاعت المكان. أيوة. عاوزك تخلي لي بالك منها كويس، وعاوزك تتابع ليها وتقول لي عن أخبارها أول بأول. عينيا يا فندم. مسافر يومين وراجع. تسافر وترجع بالسلامة يا أستاذ عبد الله. ماشي. عن إذنك يا فندم. اتفضل. شكرا. تفضل يا استاذ فرغلي. شكرا.
السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أهلا يا باشمهندس. ازيك يا ريش عامل ايه؟ الحمد لله. ايه امال فين بقى؟ وصل مشواره وجاي. طيب. تشرب شاي ولا قهوة؟ لا ماليش لزوم، خليكوا في اللي انتوا فيه. حاضر. قرط على الطبورة دي شوية. وأنت يا دابولكا ساعد بدل ما أنت قاعد كده. ها. الله ينور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جوزتك خير يا باشمهندس. اي خدمة؟ انت عندي عشب وعبي عايز اشتغل. او مان، طب افتح لنا الكبوف. طيب ممكن تدور 13 ومفك يا بيلي. حاضر. اتفضل يا باشمهندس. ايه ده؟ اوعى. ايه يا باشمهندس؟ ايه يا بابا؟ بتعمل ايه؟ ازيك؟ لا دي حاجة بسيطة عملتها. بسيطة؟ طب ابعد ابعد. اوعى. اوعى يا واد. ده بقى الباشمهندس ابني الغالي اللي عندي الوحيد، ربنا يخليه لي. ربنا يخليه لك. اه حبيب قلبي يلا اوعى. اتكل على الله. بقول لك ايه؟ خش كده دوس بنزين سنة. بطل بطل دور تاني كده. ده انت شاطر يا باشمهندس. طريق السلامه زوق زي الفل. اي حاجه احنا اخوات ده كتير. الباقي له صبيان. طريق السلامه. مع السلامه زوق. مع السلامه اخويا. يا وقت ما تاخدش حاجه من المخزن عندك يا احمد. استنى. النور ده يا باشمهندس احمد. الله ينور عليك. قرط لي بقى على دوري. ايوه ماشي كويس. ماشي. ايه يا بابا فيها ايه يعني لما عملت العربيه دي؟ كانت حاجه بسيطه. تعالى بقى عشان اقول لك. انت لما كنت صغير وبتشبط فيا وتقول لي يا بابا روح معاك الورشه كنت اخدك معايا، لكن دلوقتي انت بقيت باشمهندس قد الدنيا ما يصحش. وهي برضه العين تقلع عن الحاجب. ده انا مهما كبرت هكبر على الورشه اللي ربيتني واللي من خيرها اتعلمت. اصيل يا ابني. بس مش قصدي، انا القصدي من الاول تاخد شهادتك وتزقطت قلبي، وبعد كده بقى هيبقى اشارتك خضره وطريقك السلامه باذن الله. امرك يا بحر. ما اقدرش اخالفك لا تسحب مني الرخص. كلامك مظبوط وعلى الشعره و100 فل و10 وتلت. مش واخد بالك انت؟ ولا يا بنيا؟ ايوه يا اسطى. عايز اتنين شايف الخمسين انا. بالظبط. ابو دمي تقيل. امال فين البوديجارد بتاعك؟ ايه انت مستني عشان تتخانقوا تاني ولا ايه؟ مش بالظبط كده. على العموم انا بعتذر لك عن اللي حصل. انا اللي كنت سبب. غريبه، انا كنت فاكرك مولوده عصبيه. المره دي بتتكلمي بهدوء وبتعتذري زي ولاد الناس الطيبين. وانا كنت فاكره انك دايما هتبقى ابو دمي تقيل. ممكن اعزمك على حاجه ساعه؟ مفيش مانع. اتفضل. شفت يا غشيم؟ اتعلمت التجارة؟ شفت الصلصة كسبت قد ايه؟ 150%. هي دي التجارة. اتعلم بقى. المهم عملت ايه في الموضوع التاني؟ لمينا نص مليون دولار يا فندم. مش كفاية يا برهام. مش كفاية. لازم يكملوا مليون دولار وقريب جدا، لان المندوب بعت تيلكس انه هيوصل قريب. تحت امرك يا فندم. بس هنضطر نشتري غالي. الطلب هيرفع سعر الدولار. مش مهم السعر، انا هقدر اعوض الخساره. المهم تجمع لي المليون دولار. تحت امرك يا فندم. تعالى هنا. رايح فين؟ انا قلت لك امشي. ايوه يا فندم. تحجز جناح في الفندق لمستر جيمس.
لانه بعت تلكس انه هيوصل قريب. تحب يا فندم نبعت له حد من عندنا يستقبله؟ لا، وتبعت له اسم الفندق في التلكس اللي هتبعته، وما تخليش حد من طرفنا يهوب ناحيته، وتخليه يقضي يومين كسايح عادي، وبعد كده نبقى نرتب احنا مقابله سريه.